وفقا لوكالة الأنباء السورية أمس الاثنين، أعلن بشار الأسد الرئيس السوري ذات اليوم أن الانتخابات البرلمانية ستجري في 13 من أبريل المقبل. هذا وتشرى الانتخابات البرلمانية السورية كل 4 سنوات، وقد كانت آخرها في عام 2012. وفي فبراير من ذلك العام أصدرت الحكومة السورية دستورا جديدا ينص على تنفيذ نظام تعدد الأحزاب. ثم بعد 3 أشهر عقدت سوريا أول انتخابات برلمانية متعددة الأحزاب منذ 40 عاما.